أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن أن على أوكرانيا الاستسلام عمليا إذا أرادت السلام، وذلك خلال زيارة لموسكو انتقدتها كييف، وقال الاتحاد الأوروبي أنها تهدد بإضعاف موقف التكتل من النزاع. واستضاف بوتين أوربن الزعيم الأكثر قربا من الاتحاد الأوروبي من موسكو لإجراء محادثات في الكرملين، وصفها الرئيس الروسي بأنها مفيدة وصريحة حول الحرب في أوكرانيا.